شديدا، لكن المجتمع تعود في الأمر أن طلب العلم لا سيما وأن الناس ما زالوا يعني على بعد شديد في معرفة قدر ومكانة هذه المجالس التي قد أناط الله جل وعلا رفعة الأمة بها، بل أناط الله جل في علاه القيادة والسيادة والريادة لهذه الأمة بهذه المجالس. حقا ليست هذه المسألة فيها من الغلو بشيء، لأن الله جل وعلا جعل رفعة هذه الأمة بعلمائها. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأنت ما زلت على يوم الناس هذا تترضى عن الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، فهذه المجالس أنيطت الأمة ورفعة الأمة ونجاة الأمة بهذه المجالس. لذلك نحن صرنا الهمم بضرب الأمثلة عن السلف الصالح كيف الحرص على طلب العلم. لكن اليوم إن شاء الله سريعا لأن الوقت أيضا مر بنا، أقول من سره أن يكون للأنبياء، هذه ثمرة العلم، من سر أن يكون وريثا للأنبياء، أن يكون مقارنا للأنبياء، أن يكون أيضا مع الأنبياء في مستقر رحمة الله جل وعلا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فعليه بهذه المجالس. لا سيما وأن الله جل في علاه قال أرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، يعني فضل السلام على أدنى واحد من الصحابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في سنن أبي داود عندما قال فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، أقول شتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. ولذلك ابن مسعود قال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، إن كنت أردت أن تكون وريثا حقا فكون على إرث النبي صلى الله عليه وسلم بخطاه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي نستأنس بها بل حسنها بعض المعاصرين أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة، وأيضا النبي لا يعمل إلا بوحي والعالم لا يعمل إلا بوحي. وحتى استعماله لمسألة الأقيسة الاجتهادية ليرفع الله تعالى ويميز بين العلماء فهو يترسم خطى الوحي فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل لعلي بن أبي طالب في الصحيحين يعني أخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله، يعني آل البيت هل خصوا بشيء من العلم؟ قال لا والله، ثم قال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أراد أن من أحب أن يعلم ما نصبه الله من عناية، يعني كيف يعتني الله به، أو ما مقداره أو ما مقامه أو ما قدره عند ربه دل في علاه، فلينظر كيف أن الله كيف عناية الله تعالى به في مسألة الفقه، لأن الله تعالى قد أناط الخيرية كل الخيرية بالفقه. وقد قالوا قديما من الحكماء والعلماء والنبلاء والرفعاء عندما قالوا إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإن أقامك مجالس علم فهذه منزلتك عند الله جل في علاه. وقد أناط الله الخيرية كل الخيرية بمجالس العلم عندما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالمنطوق أن الخيرية منوطة بالفقه في الدين، إذن المفهوم لا فقه في الدين إذن لا خيرية. لذلك قال علماؤنا ما ازداد الجاهل بعبادته إلا بعدا من الله جل في علاه، وما ازداد العالم بعلمه إلا قربا من الله جل وعلا ولو كان نائما على سريره. لذلك هم قالوا إن أردت الدرجات العلى في الماء في, 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 في الجنات فعليك بالعلم، لأن كثرة العبادة بلا علم تبعدك عن ربك لا تقربك من الله جل في علاه. لا سيما وأن المسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. هناك أمر يشغل الإنسان جدا أنه يمكن في الحياة يكون قليل العمل أو يكون الحسنات التي حصلها لم تكن يعني من المكان التي ترفعه عند الله جل في علاه، أو يكون بجوار الرحمن جل في علاه أو في الفردوس الأعلى. فعلى مر العصور والدهور إن أبقى شيئا تبقى معه الحسنات فإن هذا الذي يرتفع درجاته وهو في قبره لا يعمل شيئا لكن ترتفع درجاته، وهذه لا تكون إلا للعالم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مسألة عالية جدا عندما قال الله تعالى وإن ليس الإنسان إلا ما سعى. انظر هنا الآن حتى في هذه الآية وإن ليس الإنسان إلا ما سعى، قد يسعى العبد لغيره خلافا لما قال ابن تيمية وغير ابن تيمية في مسألة الصلاة للغير والقراءة وقراءة القرآن وإهداء الثواب للغير، هذه مسألة مختلف فيها فقهيا، وإن كنت أدين الله أنه لا يصل شيء للميت بحال من الأحوال إلا ما ورد النص الصريح في هذا الباب، لأن الله تعالى قد قطع وجزم محكما بقوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يفتح آفاقا أخرى عظيمة جدا لطالب العلم ليعلم كيف أنه يرتقي المنازل العلى عند ربه جل في علاه إن جد في هذا السير في هذا الطريق. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا جزم أنه لا شيء يصل إليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال
إلا من صدقة جارية، والصدقة الجارية لا يصل بها الإنسان إلا بعلم. ارتبط الأمر على العلم في الثلاثة التي تأتي: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به. انظر، الأولى ترجع إلى العلم والثانية ترجع إلى العلم. صدقة جارية هو لا يعرف المرء الصدقة الجارية من غير الجارية إلا بإيش؟ إلا بعلم. يبقى رجع فقره إلى العلم. وولد صالح يدعو له، الولد الصالح الذي يدعو له لأن ينصلح الولد إلا بعلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم. لا يستطيع الإنسان، لأن رجع على قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار العبادة تأتي في التثنية بعد الكلام على ابتداء الأمر بالعلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لذلك حب العلماء دين، ندين الله به، فهو يورث الذكر كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا لا تكون كما قلنا إلا لمن ترسم خطى الأنبياء والمرسلين. فمن رام أن يكون له الذكر الحسن العطر وهو قد مات بين الناس، ولكن روحه ذكره بين الناس منتشرا في الآفاق، فلابد أن يورث علما من العلم الذي يتعلمه من الله جل في علاه في كتابه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أيضا من رام أن يسلك طريقا إلى الجنة أو أقصى طريق الجنة هو طريق العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الصحيحين قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، وأيضا في الدروس القادمة أيضا نستنهد الهمم بالكلام على الأمثلة الرائعة في الذين علموا أن الرفعة، كل الرفعة في العلم. لذلك كان الثوري كان يقول إن هذا العلم شريف، من رام به الدنيا أخذها لكنه في الآخرة لا يجد شيئا، ومن رام به الآخرة أخذها. أقول زيادة على هذا القول: من رام به الآخرة أخذ الدنيا والآخرة. لأن جاء عن علي بن أبي طالب موقفا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وأنت كفى أن تقترن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك رفعة تداني هذه الرفعة؟ وهذا الذي فهمه هارون الرشيد عندما قال لعامري يحيى بن أكثم قال: أترى أحدا أشرف مني؟ قال ما أو قال: من أشرف الناس يا يحيى؟ فقال: أشرف الناس أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فأنت أشرف الناس. قال: والله ما أصبت، بل أشرف الناس على الإطلاق، رجل عقد مجالس العلم ومجالس التحديث، ثم قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي العدنان، ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. هذا هو الشرف. هارون الرشيد الآن لا يذكر إلا في التاريخ، وحتى في مغبات التاريخ ترى التاريخ يظلمه. لا نعرف عن هارون الرشيد إلا يواش 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 يواش، صح يواش يواش، وأيضا النساء، وهذا الذي نعرف عن هارون الرشيد في التاريخ الذي ظلم هارون الرشيد. مع أن هارون الرشيد، المعلومة أن هارون الرشيد هذا من أعظم العباسيين مكانة ومن أعظم الخلفاء عملا لهذه الأمة الإسلامية، وكان ينتهي نهج عمر بن عبد العزيز، كان يريد يرجع في العباسيين مثل ما في الأمويين مثل عمر بن عبد العزيز. لذلك كان يحج عاما ويجاهد عاما، ناهيك على الصدقة والذي كان يفعله مع احترامي للعلماء. ذهب إلى مالك، الإمام مالك لما دخل عليه الإمام مالك وهو جالس على كرسيه، فدخل عليه الإمام مالك ينظر إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، أترى رجلا يعني كبير السن يقف وأنت تجلس؟ فقام ارتعدت فرائسه، بل وقبل بين عينين مالك وقال: مكانك هنا يا إمامنا. وأراد أن يلزم الناس بالموطأ فأبى عليه الإمام مالك. فليس تحجيرا، أحادية المذهب دي مصيبة، زي كما قلت إن في بعض قطاع الطرق الذين يقولون: لا تسمع إلا لفلان ولا تأخذ العلم، ده قاطع طريق عن العلم، هذا قاطع طريق عن العلم، لأن أنت لابد أن تتعلم من شيخك ومن غير شيخك، وتنظر أين الحق. إذا كنت حقا ترون الحق وترضى بالحق وتذهب إليه. فهنا هارون الرشيد يقول لأنبل رجل في زمانه أو من أنبل الرجال في زمانه، قال: نلزم الناس بالموطأ. قال: لا، إن فهوم الناس قد اختلفت يا إمام أو يا أمير المؤمنين، إن فهوم الناس قد اختلفت، واجتهادات، إن كان نصا فالزمهم، لأن الله قال: وما أتاكم مالك فخذوه ومنهاكم عنه فإيه فانتهوا. طبعا هذه طبعا منتشر جدا بين الناس، صح؟ استغفر الله، هذه ليست آية، الآية قال فيها الله جل في علاه: وما أتاكم، يبقى حتى أبو بكر ما قال وما أتاكم أبو بكر، يبقى أبو بكر يسوب ويخطئ ولا نأخذ منه إذا أخطأ. وهذا الذي فعله ابن عباس لما ألزم الناس بالمتعة، وتعرفون المتعة أنه يتمتع بالمرأة 4 أيام 5 أيام ويعطيها ما يعطيها ما الأجر بينهم. فلما ألزم الناس بالمتعة هموت ويد هوى، يعني متعة الحج، نعم، طب ليه نايم يا حبيبي؟ أنت بتصحى لما أنا بصحيح، ليش تركتني أنا أذهب هكذا مخطئا؟ أجب، لعل
هما متعتان حقيقي، بس الذي يريده هنا هما متعتان حقا، متعة النساء ومتعة الحج، بس متعة النساء قد نسخت في خيبر، فقال فألزمه بمتعة الحج يعني أنه يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يتحلل ثم إلى اليوم الثامن يحرم بالحج. فقالوا له أنت تلزمنا بالمتعة؟ قد ولا ما تقول إن أبا بكر يقول كذا وإن عمر يقول بكذا، لأن أبا بكر قد منع المتعة وأيضا عمر وأيضا عثمان. فقام ابن عباس فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ ماذا؟ من أبو بكر؟ أبو بكر كله؟ أبو بكر بالأمة بأسرها ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر؟ لا تعظيم الأشخاص فوق شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الحق لا يعرف في الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، لكن لا تقول وشيخي يقوم الليل وأصوم النهار. هيا هلا وأهلا وسهلا إن شاء الله في الدرجات العلى، إن شاء الله من أتقى الناس ومن أنقى الناس، لكن أصاب الحق أم أخطأ؟ هذا الذي ننظر إليه، أين علمه؟ تدقيقه في العلم وين؟ هذا المقياس، ليس المقياس المقياس العبادة، ليس مقياس. ده المالك يقول لا تأخذ علمك من أربعة، وذكر منها رجل شغلته عبادته عن إيه؟ عن علم. ولذلك أنا أقول لا إحنا نتحرر، والكتاب والسنة حاكم، فمن وافق الكتاب والسنة على الرحب والسعة وحبا وكرامة. طب لو خالف نشتمه ونبقى ليلا نهار ندعو عليه حتى يخصف الله ضاع صحيح؟ أعوذ بالله من غضب الله. هذا هو دأب الصالحين الذين يسيرون على درب المرسلين. لا نبجله ونكرمه ونعرف له قدره وشأنه، ونعرف أن الأمة مرهونة به. العلماء هم أشرف الناس على الإطلاق، لكننا ماذا نفعل؟ نقول كلمة الحق. الحق إيه؟ شيخ الإسلام حبيب إلينا وقلوبنا، والحق أحب إلينا منه. ولذلك لابد يكون في بصيرة طالب العلم، وأحاديث المذهب مصيبة. فلذلك هارون رشيد، وإن كانت المكان شوف هارون رشيد هذا الذي يتكلم فيه، عظم مالك حتى أنه ألزم الناس بكتاب مالك، فمالك قال له لا، فهم الناس تختلف. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على هذه المكان وهذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا التقصير في حقكم، وأيضا أعتذر مرة ثانية على التأخير، ليس بملكي وليس بيدي. ما زلنا مع أشرف العلوم، العلوم العملية لا العلمية. العلوم مهمة جدا، وعلم أصول الفقه، بل حتى العلوم الاعتقادية ترتكز على هذا العلم. من لم يتقن أصول الفقه فلا تأخذ منه علما، خذها مني وبعد ذلك هدي علي بقى أخش مع هؤلاء القوم الذين يدعون، خذها مني وانظر. والله من لم يتقن هذا العلم لا يتقن أي علم بعد ذلك، يعني أو قل لن يصل إلى درجة ممكن يكون ما بين المجتهد وما بين طالب العلم المبتدئ أبدا. ولن تجد فقيها متقنا عاريا عن هذا العلم، ولن تجد أحدا في عضل المسائل والنوازل يتكلم في العضل هذه إلا ما يكون أتقن هذا العلم. لو مش متقن هذا العلم لا تأخذ منه، ابحث عنه وفتش هل هو متقن أم لا، لأن حتى عضل المسائل والنوازل المستجدات لا يحللها ولا يفتت جزئيات هذه المسائل إلا من أتقن هذا. لما تكلمنا في المقدمة أصالة، إن أردت ورمت أن تكون فقيها وتعلم سعة هذه الشريعة أنها تصلح لكل زمان ومكان، لابد أنت إيه؟ أن تعلم آلة الاجتهاد، وآلة الاجتهاد من هنا من هذا العلم. ونحن ما زلنا في الكلام على الحكم الوضعي، كنا نريد نسألك طبعا خلاص يا كرامة أننا تشرفنا بوجودك معنا الآن في هذا الدرس، فلن نسألك في الأحوال. احنا قلنا الحكم الشرعي له سهمان، السهم الأول ماشي ضبط الكتاب، لكن سكوت مش هقدر استمع، حكمان بسرعة. الحكم الشرعي حكمان، ممتاز. انت بتذاكر بقى، انا قلت لك اطلب العلم اتق الله ما تسيبش العلم. حكم تكليفي حكم وضعي، احنا قلنا الحكم نذكر الاخوه الحكم الشرعي خطاب من الشارع. ممتاز، خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين، ها بالايش؟ لا بالاقتضاء اولا، بالاقتضاء او التخير او الوضع، اقتضاء او تخير احكام تكليفيه، افعل او لا تفعل، وجوبا او استحبابا او محرما او مكروها، والمباح في الوسط دخل تغليبا، صح ولا لا؟ او الوضع الاحكام الوضعيه. والحكم الوضعي خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالايش؟ بالوضع. وقلنا حقيقته ان الله تعالى جعل شيئا علامه لحكم تكليفي، على شيء اخر هو الحكم التكليفي. يعني الحكم الوضعي اماره ووسيله تصل بك الى الحكم الايه؟ التكليفي. اماره تقول لك يجب او لا يجب، أمارة تقول لك مستحب أو مكروه، أمارة تقول لك هذا محرم أو غير محرم، صحيح؟ أخذنا منها السبب والشرط، واليوم إن شاء الله نأخذ المانع، وأيضا نأخذ
الصحة والبطلان. هذا إذا اتسع المقام معنا، لكن أنا الآن في المانع. المانع عكس الشرط، أريد أخا كريما يذكرني بالشرط. ممتاز، أنا أتضايق لو ما فيش مراجعة، أتضايق. العلم ليس كذلك، أنا قلت سأموت حتى يحدث بيننا تنشئة طلبة علم، أنا منكم مع بعض نسير الشرط. هو طبعا هو احنا قلنا في البداية الشرط في اللغة إلزام الشيء، أو الشرط بمعنى العلامة، فقد جاء أشرطها، فقد جاء أشرطها. ممتاز. وفي الاصطلاح وصف منضبط أو ظاهر منضبط، صح؟ يتعلق، لا مش هو ده صحيح. طب ماشي، هات اللي عندك. لا لو قلت لا في ضبط كتاب هنا، انا قلت هذا الكلام اللي في الشرط، صدقني. بس هات ما عندك. ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم ده. ممتاز. المنع عكس ده، ايش بقى العكس يا شاطر؟ احل، انت خلاص اتيت بما عندك، احل. اكرامي في العمر. مين؟ آه يلا باشمهندس، ده حبيبك هو خلاص. شو انت اللي دليته على الخير، فقال لا يمنعك من هذا الخير، اما ان تقول اما ان احنا خلينا في الشرط. طب هات الشرط. لا هات الشرط. الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، صحيح؟ يعني وجود الحكم، ده المعنى. ما يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم. ها صحيح صحيح، احنا انا ماشي معاكم، اتخطئوني. ها الشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا الوجود، ها لذاتي. الله، لا يلزم من عدمه العدم. مش ضابطين ضبط كتاب؟ مش ضابطين ضبط كتاب. لا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده. الشرط ما يلزم. ممتاز، بسرعه. ما يلزم من عدم. ممتاز. إذا خلى الحكم من الشرط لا حكم، لأن منوط به معلق. لا شرط إذن لا حكم. ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا لذاته هذه بسبب المقارنة، لأنه قد يتولد الشرط ولا يتولد الحكم، لا لعلة في إيش؟ في الشرط، لكن لشيء مقارن أو العكس. المانع عكس الشرط. يعني إيش المانع؟ طيب المانع لغة، طبعا مانع انت لابد تعرف تصور، لان هذا ينفعك ايضا في العقيده، انه لا يمكن ان يكون الحكم الا ان تتوفر الاسباب والشروط وتنتفي الموانع، اذا الحكم. يبقى انت لو عندك، انا بكلم مهندسين وربنا يرحمنا وربنا يتولانا، فنتكلم بالقواعد الرياضيه والمقدمات والتبديل والتوافيق. عندنا مقدمه معادله رياضيه، مقدمه تساوي نتيجه. المعادله الرياضيه عندنا سبب زائد، زائد عندكم ولا اسمها بلس ولا اسمها جامع ولا شو انت تاخدوها ايه بالظبط المهندسين؟ بلس، ماشي بلس. يبقى سبب زائد شرط، طيب ناقص ولا زائد؟ طرح، لازم طرح يساوي حكم. فهمتم المهندسين؟ ريحوني بس، فهمتم المهندسين؟ فهموا الحمد لله بالمعادله الرياضيه. يبقى اذا الحكم لا يتوارد الا بوجود بايجاب وسلب، بوجود وانتفاء. لابد وجود الاسباب مع الشروط، لانه هناك تلازم بين السبب والشرط كما بينا الاسبوع الماضي، وايضا انتفاء المانع يبدا الحكم. يبقى اذا هذه اهميه المانع. الان اهميه المانع انه بانتفائه يوجد وبتواجده ينتفي الحكم. تواجدي يبقى إذن لا حكم، إذا وجد لا حكم، لكن لذاته. يبقى إذن أولا المانع لغة الحائل بين الشيئين، المانع لغة كالسد، كمثلا المرأة إذا كلمت رجل من خلف ستار، رآها؟ طب سمعها؟ أجيبه رآها؟ ليش؟ إيه الستار بقى ده اسمه إيه بقى؟ مانع. يبقى المانع هذا المانع الحائل بين الشيئين، هذا المانع. واما تعريفه في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء والاصوليين، هو وصف منضبط او وصف ظاهر منضبط ينعدم الحكم بوجوده
أو لا يترتب أثر السبب عليه بوجوده. ها وصف ظاهر منضبط كالقتل. القتل ده وصف ولا طعام ولا شربه طعام؟ أجيبه. منضبط أم في احتمالات؟ منضبط. وصف ظاهر منضبط ينتفي الحكم بوجوده. نقول الحكم الإرث، الولد يرث أباه، توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ أريد أسمع بالإجماع تناقش. طيب يعني الولد لا يرث، الفزلكة ما تنفعش في هذا الباب يابا يا حبيبي. الولد يرث أباه أم لا؟ يبقى هتناقش ليش بقى؟ في اتفاق، مفيش خاطر. خاطر دي سبع المباريات تتركها. لما اسالك سؤال يسير تعلم ان تجيب اجابه ايش، لان الفزلكه هتيجي على دماغك. طيب يبقى اذا الولد يرث اباه، تتفقون؟ يس. طيب هذا باجماع المجلس صحيح ممتاز. طالب العلم لا يتكلم في مساله الا بايه؟ اين الدليل؟ لا تحكن رأسك إلا بدليل. ها I asked you a question, I want to answer your answer. تفضل. هو بيتكلم بيقول لي إيه؟ تفضل. يعني الولد يرث أبوه، هو كان لا أسيب بقى، أسيب والله كلامك يمشي في الشارع لوحده. ما تقولش إحنا قلنا، ما قلناش حاجة. بالله عليك، لا والله إذا كما ذكر في الكرة. هذا دليل جميل جدا، بس أنا مش فاهم الدليل هذا، فاهمون؟ أقول لك مين بيقول لك؟ مثل حظ الإنسان. مالها ومال هذا؟ في الإرث يعني. مالها؟ إيش فيها؟ يعني في الأولاد. إيش فيها؟ أنت بتقول للذكر مثل حظ الإنسان، ما فيش أي دلالة فيها. أيوة، قف 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 عند دائرتك، أحل. لا احنا عافينه من اي سؤال الراجل، خلاص تفضل علينا بيات، فعافينه من اي سؤال. باشا باشمهندس، هو باشمهندس يظهر انه يحفظ القران، فلابد انه يستحضر سوره النساء اشد اسعافا لك. ما هو شوف، هو خلاص بقى تبرع لك. يوصيكم الله في للذكر مثل حظ مثل حظ، يبقى يوصيكم الله في اولادكم اهو للذكر، يبقى ارثهم ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين. إذن الولد يرث أباه، صح ولا لا؟ توفرت الأسباب والشروط. ما هي الأسباب؟ النسبية. مش الولد نسيب أبوه، صح ولا لا؟ لا ده خطأ بقى. النسيب اللي هو ليه؟ متجوز بنتي أو متجوز أختي، ده نسيبه. يبقى الولد إيه؟ ليس نسيبا. الولد إيه؟ نسيبه. نسيبه، مش يقولك ده نسيبي؟ يا ولد يا ولد، ده مش كلام عربي، ده كلام ايه؟ كلام مصري؟ ده كلام مش في كلام عربي، ده كلام ايه؟ ممتاز. يبقى ايش بقى؟ اتفضل فسر مين بقى النسب؟ ممتاز، هذا نسب. وده المصريون جميعا يخطئون في هذا. لما تاتي زوج بنت او زوج اخت يقول لك هذا نسيبي، هو مش نسيب ده سهر، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا النسب. يبقى السبب في الارث هو النسب، النسبية. هنا ولد ينسب لأبيه، صحيح ولا لا؟ النسبية موجودة، توفر السبب والشرط. الحكم لابد أن يتواجد، لا لا نسينا شيئا، لابد حتى يتواجد حكم ماذا؟ ها؟ ينتفى المانع. الولد قتل أباه، ها؟ الولد قتل أباه يرث، ليش؟ توفر السبب والشرط، ها؟ لم يخلو المقام من إيه؟ من المانع، لم يخلو المقام من المانع، يبقى وجد المانع الذي يمنع من الحكم. فهمتم؟ هذا تعريف التعريف. يبقى اذا وصف ضابط ظاهر منضبط بوجوده ينتفي الحكم او لا يترتب على يمنع ترتب السبب نتيجه على السبب، يعني المسبب لا يتواجد مع السبب. وحقيقته يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. حقيقته حقيقة ايش؟ مانع. يلزم من وجوده العدم. واذا القتل لا ارث. طيب ولا اقدر اضرب امثله كثيره. طيب الشرح، يلزم من وجوده العدم، يلزم من وجود المانع عدم الحكم،
عدم الحكم. اضرب امثله ذلك. المراه مامور، المراه ماموره، لان المراه اضعف من الرجل، ماموره بثلاث صلوات في اليوم والليله، لكنها لابد ان تحافظ على هذه الصلوات في كل وقت ياتي لها. فصحيح، اسف، هذا وهم لي. سبع مرات ولا خمس مرات؟ خمس صلوات. المراه ماموره بخمس صلوات كالرجال؟ ما الدليل؟ نساش أخي بداية في الأحكام. نعم، ما كل العموم بقى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. المهم مأمورة بخمس صلوات ثم حاضت، يبقى مأمورة، طيب مكلفة، فهي كالرجال لكنها حاضت. نقول الحكم أنها لابد أن تصلي. جاء الحيض فمنع، منع الصلاة، يبقى الحيض مانع من الصلاة. أيضا جاء شهر رمضان فصامت اليوم الأول والثاني والثالث والعاشر، ففي اليوم الحادي عشر نزل عليها الدم، حاضت، إذن امتنع حكم. طب ايش بقى الحكم الممنوع هنا عشان افرق من الاثنين لتفهموا، لان هذه مساله عويصه بين الاصوليين، مش هدخل فيها عشان ما تتعبكوش، لكن ايضا امر عليها امور الكرام، وهو ان الحيض يمنع من اصل وجوب الصلاه ومن الايش ومن حكمها، من عمل، يعني لا صح ان تاتي بها، لا تاتي بالصلاه ولا تقضيها، يبقى اصل الوجوب غير موجود. يعني عند الحيض فالحيض مانع من الوجوب ومن ايه ومن القضاء. واما الصوم فهو مانع من ايش؟ مانع من الاداء، لكن لا يمنع من الوجوب عند الجمهور. بعض الجمهور قالوا لا يمنع ايضا من الوجوب، لان لا اقول الحكم، لان الحكم ايش؟ واجب. الحكم الواجب هذا حقيقه مركبه من سبب وشرط وانتفاء مانع، يبقى الحقيقه المركبه هذه تديني جمله نتائجيه الا وهي الحكم اللي هو واجب. يجب، يجب ان تصلي مع دلوك الشمس اذا دلك الشمس، طيب، وتطهرت وتوفرت الاسباب والشروط وانتفى المانع اللي هو عدم الحيض، فيجب عليها ان تصلي. فبيقول هذه حقيقه مركبه، الماء الحكم حقيقه مركبه من توفر الشروط والاسباب مع انتفاء، لما انتفى المانع لا يمكن ان ياتيني النتيجه اللي هي الحكم النتائجي المركب اللي هو ايه؟ الوجوب. وهنا خلاف اصولي بين العلماء، لانهم لما نظروا وجدوا ان المراه تصوم، يعني تصوم، تصوم ولا لا تصوم؟ تصوم، لان عائشه رضي الله عنها قالت لما جاءت معاذه في الصحيحين تقول يعني المراه حاضت فلا تصلي، لما لا نقضي الصلاه؟ فقالت لها احروريه انت؟ يعني ايش حروريه؟ من الخوارج، انهم متشددون متنطعون، وهلك المتنطعون. احروريه انت؟ كنا نفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فهنا اختلفت الأنظار بقى الآن. هم قالوا يبقى إذا الصلاة جاء المانع من وجوب الصلاة عليها، لا أداء ولا قضاء، لكن الصوم لو قلنا مانع كالصلاة من الوجوب فكيف تقضي؟ لذلك الأصوليون هنا اختلفوا بقى، فقالوا الحيض ليس مانعا من وجوب الصيام، لأن ليس من شرط الصيام الطهارة، وده صحيح، لذلك الجنب يقوم جنبا وعليه أن يصوم، خلافا لأبي هريرة، لأنه قال أن عائشة قالت أن الإنسان كان يقوم جنبا، أبو هريرة كان يقول من قام جنبا فعليه أن يقضي هذا اليوم، يمسك وعليه القضاء. عائشة قالت كيف ذلك وقد كان الإنسان يقوم جنبا فيصوم ويغتسل ويصلي، فليس شرطا الطهارة، ليست شرطا في شرطا في في صحة الصيام، لكن بالنسبة للحيض يمتنع أن تصوم، امتنع أن تصوم. فهنا بقى العلماء الأصوليون قالوا، الجمهور قالوا هي مخاطبة بالصيام واجب عليها، وإن كانت ممنوعة من إيش؟ من الأداء، من الأداء، لأن في وصف معين مانع، فلا يمنع من وصف الوجوب وجود المانع، والنتيجة التي قد استدلوا بها على أن الوجوب لا يمتنع من وجود المانع، قالوا الدلالة على ذلك أنها تقضي الصوم. كيف نسميه مانع؟ ها؟ إذا كيف نسميه مانع إذا سميناه مانع؟ لأنه منعها من الأداء أهو الآن. هي في رمضان لا تصوم، ولو صامت لا أثمت. قالوا والنتيجة أنها إيش؟ تقضي. فهمتم؟ هذا قول الجمهور. أنا عارف المسألة صعبة لكن التفت مع اصبروا. اصبروا على العلم والله تنالوا، والله العظيم هتتلذذوا بعد ذلك. في مرارة في أول الصبر لكن نهايته تكون مسك بعد ذلك. فإذا هي الآن الأصوليون يقولون لا، هي مأمورة بالوجوب، هي الذمة مشغولة بالصوم لكنها لا تستطيع أداؤه في
في نفس الوقت لإيش؟ لهذا الوصف الحيض. مفهوم؟ بالله عليكم. طيب جمهرة هذا قول الجمهور، قالوا واجب عليها من ابتداء الخطاب، وبعض العلماء المحققين قالوا لا يجب عليها في ابتداء الخطاب، لأن الحكم التكليفي حقيقة بسرعة مركبة من توافر شروط أسباب مع انتفاء، إذا اختل واحد من اثنين الحقيقة المركبة لا تتواجد. فجاء الجمهور قال يرد عليكم أنها تقضي لو لم تكن مخاطبة بالصوم حال كونها حائضا لم يكن عليها القضاء. كيف هروب هؤلاء المحققين من هذا الإلزام؟ شوف أقطع ذراعي لو حد فاهم الإلزام أصلا، يعني أنا أصلا مش منتظر إجابة، أنا أعرف أن مش فاهمين الإلزام. واحدة واحدة، الجمهور يقولون هي النزاع فين عشان تتصور المسألة، العلم التصور، النزاع وين؟ الخطاب ممتاز، هي مخاطبة ولا مش مخاطبة؟ يجب عليها حين حالة كونها حائضا ولا ما يجب؟ الجمهور قالوا يجب، قلنا طب ما تؤدي، قالوا لا تؤدي، قلنا يبقى إذا لا تجب لأنه في مانع. مفهوم؟ قالوا لا، نحن نقول بالوجوب، وامتنعت عن الأداء في هذا الوصف عارض، والدلالة على الوجوب أنها إيه؟ تقضي. فهمتم؟ أما الآخرون فقالوا لا، ليست مخاطبة. قالوا كيف؟ قالوا أنكم تتفقون معنا أنها لا تستطيع أن إيه؟ أن تؤدي وقت الخطاب، يبقى ليست مخاطبة. فقالوا إذا نلزمكم، الجمهور الذين يتعاركون معه، الجمهور قالوا إذا نلزمكم بأنها إيه؟ عليها القضاء، فكيف تجيبون؟ نسميه بقى زي ما تسميه، سميه سم، سميه شيطان، سميه أن الحيض يمنع من أداء الصيام. كيف الهروب؟ كيف الرد؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ هنا مكمن الإجابة. أشوف أنت بقى، أنت بركة يا جت لك كده، وأنت لا تعرف شيئا عن أي شيء، ما تعمليش فيها أن أنت أصلا بيجاب. هي نزلت، هي نزلت. أنا والله أي أشهد الله أصدق، الملائكة لما تحف طلبة العلم البركة بتنزل، البركة بتنزل. هو العلماء الذين يخرجون من هذا يخرجون يقولون أمرت بالصوم بإيش؟ بأمر جديد، بأمر جديد، ليس بما حال الخطاب، بأمر جديد. والدلالة على الأمر الجديد أنها قالت كنا نؤمر، يعني بعد الخطاب، بالقضاء، قضاء الصوم لا بقضاء الصلاة. قالوا إذن الأمر هنا كان أمرا إيش؟ جديدا. وده تتفرع عليه مسألة بقى علمية فقهية، مسألة قضاء الصلوات هل تقضى ولا ما تقضى. هؤلاء الذين قالوا بذلك قالوا لا، قضاء الذي فرط وتعمد في ترك الصلوات لا يقضيها إلا بأمر جديد. قالوا والناس، الناس جاءه الأمر الجديد، من ناسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكره. طب دي نفرة القول، خلينا في الأمثلة لأن أنا شايف العقول كده هتموتنا أنا، يعني أنا هيجيلي كبت في صدري. فدعونا خلينا نعرف التصور، المانع يمنع من وجود الحكم، صحيح الحكم واجب حرام مستحب، المانع يمنع من وجوده. تكلمنا عن الوجوب، كالحيض مانع من وجوب، ومانع من وجوب الصوم أيضا يمنع من الاستحباب أو من الوجوب عند ابن حزم. الحيض مانع يمنع من اتيان الرجل ايش لزوجته، بل نحن نقول انه لو طلبها لفراشه يجب عليها الايه الامتثال، والا باتت لعنها غضب عليها من في السماء. اذا جاء الحيض هي طبعا واجب عليها ان تنصاع، صحيح ولا لا؟ اذا طلبها يجب عليه، اما هو اتيان لها استحبابا، الا اذا طلبت هي واحتاجت فيجب عليه ان يعفها، لان هذا المقصود الاسمى من النكاح. فنقول جاء الحيض فمنع من المستحب ومن الواجب. يسالونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط، لذلك السلام قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني الوطء فلا يجوز. يبقى هذا ايضا من الامثله التي تثبت لك المانع، فقط تثبت لك المانع. هذا الشطر الاول الا وهو الكلام على ان المانع وجوده يمنع وجود الحكم او ترتب الاثر، اثر السبب عليه. ايضا من الامثله عشان نزيد الاخوه في الامثله، الزوجيه سبب في الارث، في الانجاب. طيب حاضر، والعقم مانع، خلينا نشوفها. العزل مانع لكن هذا مكتسب كما سنبين انواع الموانع. فالزوجيه سبب في الارث، فان قتلت المراه زوجها
يعني البنت كانت بكر وصغيرة سن 18 سنة، جاءها رجل شاب 21 سنة كانت ستموت عليه، لكن قال اقرضيني المهر، فقالت يعني أنا أتيت بك لتبكي علي. فجاءها رجل 95 سنة وبيقول الحمد لله أنا ما زلت في قوتي وعنده أملاك، فقالت الحمد لله هذا يدخل علي وأغسله بعدها، فبنى إيه أرث كل هذا المال وتزوج ما شئت من الشباب. فلما جلست كان الرجل هذا بيأكل سمن صعيدي، يعني سمن عظيم، يعني جالس بقى 95 وبيستقبل 95 القادمة. فالمرأة طبعا تأخر عليها الموت، تأخر على الرجل الموت، فأرادت لما؟ عشان تارثه. نعم، وطبعا سبب الإرث هو إيه؟ اللطم على الوجوه. أما ليش؟ الزوجية سبب الإرث. إذن السبب متوفر، شرط متوفر. طيب، وهي ستارث قتلته، ولما جاءت عند الإرث جاء الفقيه فقال نعم أنت ترثين، قد توفر السبب والشرط، لكن يبقى لي أن أبحث عن إيش المانع. لا يرث القاتل، هذا قال مسلم. يبقى إذن القتل مانع من إيش؟ من الإرث. وجود القتل يمنع من وجود الحكم، ألا وهو مع توفر الأسباب والشروط. أيضا من هذه الأمثلة رجل قام فاستقبل القبلة فكبر وصلى وبكى وهو يقرأ القرآن، وكان خاشعا متضرعا وفي الركوع وفي الرفع وهو يصلي، كان هذا الثوب الذي صلى به ثوبا عليه نجاسة، وهو يعلم أن عليه نجاسة ويرى النجاسة التي عليه، وبعدما انتهى قال ما صليت مثل هذه الصلاة. هذه الحمد لله صلاة فيها البكاء والخشوع ولا رياء فيها، فهي مقبولة عند ربنا جل في علا. فجاء الفقيه فاشتم رائحة الثوب فقال ثوبك فيه نجاسة؟ قال نعم فيه نجاسة. ايش فيه؟ فقال له صلاتك ايش؟ قال اما تعلم ان الصلاة في الثوب النجس باطلة؟ فقال نعم اعلم، انا لابد ان اقول اعلم، لانه هو لو قال لا اعلم فالناس في المنهيات يغتفل له، انا اريد اطبق القاعدة. يبقى اذا الرجل اتى بالشروط والاسباب، دلكت الشمس وتوضأ وصلى واستقبل القبلة وقرأ القرآن الفاتحة ركن في الصلاة وبكى وخشع، لكنه جاء مانع يمنع من صحة الصلاة. سيب القبول، القبول عند الله، جاء مانع يمنع من صحة، مع انه اخذ بكل الاسباب والشروط التي بها تكون صحة الصلاة، لكن جاء مانع يمنع من صحة الصلاة، الا وهو الصلاة في ايش؟ في ثوب النجس، لان الرجل على قال وثيابك فطاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بنعله، فصلوا الناس بنعلهم ثم خلع نعله فخلعوا النعال، فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا والله يا رسول الله، قال نسمى حملكم، قالوا والله يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا، قال إني قد أتاني جبريل وقال إن في نعلك قذرا أو أذى. فالغرض المقصود أنه من شروط الصلاة أو شروط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. يبقى إذن نجاسة الثوب مانع من صحة الصلاة. أيضا هذا بالنسبة للعبادات، في العقود أيضا والمعاملات الغرر مانع من صحة ها البيع، الغرر مانع. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، فجاء الرجل فقال ما لك ولي؟ هو الرجل أعطاني هكذا صندوق، وقال الصندوق بمئة درهم، وأنا ما رأيت صندوقا بهذه الشياكة وهذا الجمال وهذا العظم والكبر بمئة درهم، حتى لو في الهوى فقط اشتمه هذا خير انا اريده. والتراضي كان بيننا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركن الاعظم في البيوع هو ايه؟ انما البيع عن تراضي، قال في تراضي بيننا. يبقى الفقيه كيف يرد عليه عندما يلزمه بان التراضي تواجد؟ نقول له صح، الشرط والسبب قد ايش؟ قد والركن قد توفر، لكن لم يخلو الحكم من لما وجد المانع انتفى. ايش المانع بقى من صحة العقد؟ الغرار. مفهوم؟ بهذا تطبيق بالنسبة للمانع. ايضا من ذلك رجل دخل على امرأته وكان يعشقها، عاش دهرا يدعو الله اللهم زوجني هندا، ودفع مهرا عظيما من اجل ايش؟ من اجل الزواج من مين؟ من هند. فبعدما تزوج هندا سمعنا بعدها بشهر انه طلقها. كنا كيف رجل يحبها ومدة طويلة يدعو الله أن يتزوجها، فبحثنا ونقبنا فوجدنا أن هناك رجلا في المنطقة، هو كبير المنطقة، رجل يعني أسد كما يقولون مستولي على المنطقة بأسرها، رأى هندا ورأى طرف خضر عينيها، فما استطاع أن يعيش أن يقف على قدميه، بات ليلا يحلم بمن؟ بهند، وأراد هندا ما شفه له، كيف يصل إلى هند؟
ما تسيبه يا شيخ يمشي زي ما هو ماشي، ما هو انا بينه وبين هند جسرا، ما هو ها قد اقيم بينه وبين هند ايش اقاموا بينه وبين هند جسرا، من هو اللي هو مين اسمه ايش اللي هو بيحبها؟ زيد، زيد اللي بيحبها. فجاء الرجل هذا الظالم فاخذه وربطه ووضع السكين على ايه رقبته، فقال اما ان تطلق واما ان تفارق الحياه. فجاءت هند، فماذا فعل زيد؟ اكمل القصه حتى يفهم الاخوه. فماذا فعل زيد؟ خاش على نفسه فقال لها انت طالق بالثلاثه، لا رجعت لك، بائن بينونه كبرى، ومشى. بعدها انت كمان فقيه، فلو فقيه اقعد. قال لها انت طالق فطلقها. وسمعنا بعدها بمده اراد هذا الظالم ان ايه ان يتزوج، فجاء ليتزوجها، جاء الفقيه فقال له زواج الظالم من هند ايه ممتاز ملتزم باطل. ليه ما باطل؟ ليه ما باطل؟ لان الزواج الاول لم ينعدم، هي حليل الرجل، فكيف تستحلها لنفسك؟ قالوا لا، طلقها ثلاثا. قلنا هذا الطلاق نعم توفر فيه شروط الاركان، انه قال طالق تلفظ، والله جعل قال والطلاق الطلاق مرتان، فامسكوا معروف. لكن هنا ياتي المانع، لم يخلو الحكم من ايش؟ وما هو المانع يا شطار؟ الاكراه. ولذلك الانسان يقول لا طلاق في اغراق، لا طلاق في اغلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان اكمله وما استكرهوا عليه. يبقى اذا الحكم باطل، لم يتواجد حكم الطلاق من اجل المانع، مع انه اتى بالاسباب والشروط، لكن المانع جاء فمنع من الحكم. هذه بالنسبه للامثله التي تثبت لك مساله المانع. المانع له اقسام، منها اولا المانع سماوي، مانع سماوي ومانع مكتسب، يعني مانع ليس بيد الانسان، هذه من اقسام المانع، مانع ليس بيد الانسان ومانع مكتسب بيد الانسان. المانع الذي ليس بيد الانسان كالعوارض الاهليه كالجنون والعتى والنوم، ايضا النوم قال هو من عوارض الاهليه، وان كان هذا في بحث ان شاء الله سياتي في مساله التكليف. هذا مانع من موانع الايش؟ الحب. ايه هو الحكم اللي احنا عايزينه؟ اهم حكم نتكلم فيه لما يكون رجل معتوه مجنون، يعني ايه التكليف؟ والصوم يصوم، التكليف ممتاز، اللي هو المساله الكبرى عدم العقل. العته مانع من موانع التكليف، يعني ايش مانع من موانع التكليف؟ يعني نقول لا يلزم لا بصلاه وان صلى، ولا يلزم بصوم وان صام، ولا يلزم بايش بزكاه، ولا يلزم حق، ولا يلزم بزكاه. ليش؟ لانه ايش؟ لانه معتوه ممتازين. انا اجركم تنجرون، سهل جدا اجر. لا، الحق ان هذه موانع التكليف التي ليست بايش بضمان اموال. المجنون يجب في ماله الزكاة، وانا امشي معاكم وانتم تمشون. المجنون لو عنده ملايين ليش؟ لان نظر الشرع هنا لا ينصب للمجنون فقط، ده ينصب للمجنون وينصب لمن؟ للمحتاجين، عشان تعرف سماحة هذه الشريعة. ان افترض الله في افترض الله في الاموال صدق الحق الفقراء، فلذلك المجنون يجب في ماله الزكاة وان كان معتوه. ولذلك ضمان المتلفات يجب، وهذا من باب الوضع. هنا المسألة وإن كانت ظاهرها التكليف لكنها من باب الوضع كضمان المتلفات، فيجب نعم يجب، يجب على الولي أن يخرج الزكاة من مال المجنون، يجب عليه أن يخرج الزكاة، مفهوم؟ ها نعم، كما يجب على الصبي. يبقى إذا المعتوه ألعته مانع من التكليف، النوم نفس الأمر، لكن هل هو مانع من التكليف؟ لا، الرجع يعني بعض المفسرين قالوا ذلك، قال النائم ليس مكلفا، لو مات لا يحاسب، لكن نحن نقول هو ليس بمانع من التكليف، هو مانع من الاداء، عذر عن الاداء، لذلك تكليفه ما زال قائما، لان الانسان قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها. طيب، وهذا المانع هو مانع السماوي. مانع مكتسب، المانع المكتسب هو انه يمنع نفسه من التكليف بشيء اكتسبه بيده كالسكر، بالسكر تثبيت العقل، فيثبت العقل جدا لو شرب الخمر، لو شرب الكونياك ممكن يذهب العقل. ها، السكر سبب فيه وزوال العقل، مانع من
من يعني ما له من التكليف، ما له من التكليف عند الجمهور او عند المحققين، والا فهم يفرقون بين العبادات والمعاملات. يقولون لا يصلي لكن المعاملات هو ملزم بها، لو مضى على شيء، لو قاتل يقتل، مفهوم؟ فالحق انه اصلا يقولون ولو طلق يقع طلاق، وصحيح ولا يقع طلاق. يبقى اذا هذا مانع مكتسب ولا مانع سماوي؟ مكتسب. ايضا القتل، ان يقتل الابن اباه، ان يقتل الاخ اخاه من اجل ان يرث، هذا ايضا مانع من الايش؟ من الارث. اهو يبقى مانع مكتسب. طب ما الفرق بين المانع المكتسب والمانع السماوي؟ فرقان. الفرق الاول ان المانع السماوي هو بقضاء الله محض قدر الله جل في علاه على العبد، والمانع المكتسب وان كان من قدر الله لكنه ايضا من فعل العبد، يتدخل فيه فعل العبد بما كسفت ايديكم. الفرق الثاني مهم جدا، لا ياثم في المانع الاول وياثم في المانع الثاني. يبقى ارتبط به تكليف، المانع الثاني ارتبط به تكليف، لا ياثم ولا ياثم هنا. هذا قسم من اقسام الموانع. من اقسام الموانع ايضا اللي هو المانع من الابتداء، عندنا مانع من الابتداء والدوام، مانع من الابتداء دون الدوام، مانع من الدوام دون الابتداء. يعني الحكم قد يكون ابتداء يحل طيب وانتهاء لا يحل، دواما لا يحل، او يكون دواما يحل لكن ابتداء لا يحل، او يكون ابتداء ودواما لا يكون متواجد. طب يعني مانع يمنع من ابتداء الحكم تنشئته او دوامه، ده قسم اقسام المانع. او مانع يمنع من الابتداء لكن لا يمنع الديمومة، او مانع يمنع من الديمومة لكن لا يمنع من الابتداء. هذه اقسام ثلاثة، الاقسام ايش؟ هذه اقسام اخرى من اقسام المانع، والامثال على ذلك كثير. لو قلنا مانع من ابتداء، مانع من الابتداء والدوام كالرضاع بالنسبة للنكاح، خمس رضعات مشبعات على الراجح من قول المحققين تمنع من ايش؟ تمنع من الزواج ابتداء وايه؟ ودواما. طب ازاي بقى ابتداء ودواما؟ هند، لا سيب هند عشان هند طالت معانا. بوسينة، ما اسمك؟ سليمان. يحب بوسينة ويقول ملاش يريد الزواج من بوسينة، وعند يوم العقد جاءت امرأة هو يبغضها بغضا شديدا هذه المرأة، فقالت من تتزوج مبارك؟ قال بوسينة. قالت بوسينة انا ارضعتك وارضعت بوسينة، خمس رضعات مشبعات. فحرمت عليه مين؟ بوسينة. المصيبة وأن سليمان ما كان يعرف هذا الرضاع، وتزوجها وأنجب منها خمسة. عندك كم ولد؟ أنجب منها ولدين. فجاءت المرأة فقالت حبيبي أين أنت؟ أنا افتقدتك، أنت تزوجت أم لا؟ لا تزوجت، وتزوجت عندي منها إيه؟ رزقان الله منها ولدين. قالت من تزوجت؟ قال تزوجت بوسينة. ضربت على صدرها، فالرجل سليمان تدبر الضرب على الصدر، علم أن هناك شيء شيئا، فقال ما بك؟ قالت قد أرضعتك أنت وإيه؟ بوسينة، خمس رضعات مشبعات. يبقى وجوبا على سليمان ماذا يفعل؟ إيه؟ يعني ما تقتلش، لا تقتل المرأة ولكن تفارق، ده اسمه إيش؟ رضاع منع من إيش؟ لا من الدوام، لأنك تزوجت خلاص. يبقى هنا نقول هذا هو الآن منع من الابتداء، ابتداء لما يعلم خمس رضعات مشبعات يحرم. إن السلام قال إنما رضاع، إن السلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وخمس رضعات مشبعات يحرم. فهنا وضع خمس رضعات يبقى ابتداء لا يجوز، ولو تزوجها غافلا فوجوبا عليه أن إيه؟ وجوبا لابد أن يفترق منها. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال رسول الله إن هذه المرأة زعمت أنها أرضعتني وإيه؟ وكان أنجب منها وزوجاته يحبوها جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. قال يا رسول الله هذه وتلك، بيتكلم عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فارقها كيف وقد قيل. هنا مسألة فقهية يختلفون فيها، هل هو جزم المرأة جزمت بأنه هو جزم أنه تيقن أنه رضع ولا ما رضع، وخمس رضعات وخمس رضعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورعا إيش؟ فارقها. يبقى إذن لا أقل من خمس ملاش حكم، أقل من خمس رضعات ملاش حكم. أيضا من ذلك مثل، هذا مثل على المنع من إيش؟ مانع يمنع من الابتداء نفس الأمر، الزواج من الخامسة. رجل فارس ميدان يقتدي بالسلف الصالح، قال ابن عباس
كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. وطبعا المرعوبين لا يسمعون هذا الكلام. الأصل في النكاح كله ساكت إن شاء الله. الأصل في النكاح التعدد. قول ابن عباس والذي قال ذلك ولك في رسول الله أسوة. ابن حزم غالى في الأمر وقال السنة نتزوج تسعة. فخطأ منه هذا. لكن هو المهم الرجل فارس ميدان وقد إيش أتى بما عليه فتزوج أربعا. ولما تزوج أربعا جاءته امرأة علم أنها كانت في ضنق شديد وزوجها مات ولها أيتام وهي تحتاج وتفتقر. قال ولما لا أعف هذه المرأة. فدخل على الباب الخامس وتزوج المرأة الخامسة. له حالتان. الحالة الأولى لما جاء يتجوز جاء الفقيه قال له كم امرأة معي تحتك؟ قال تحتي أربع نسوة. قال إذن لا يجوز لك أن تتزوج. ليش 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 إيش المانع؟ اكتفى بالعدد أربع مثنى وثلاث و يبقى مانع من الابتداء ولا ما مانع بالابتداء؟ طيب لا. في الحالة الثانية أنه لما أراد أن يعف هذه المرأة تزوجها وشهر وشهرين وثلاثة جلس معها شهر شهرين ثلاثة. جاءت بعد ذلك امرأة كانت لبيبة قريبة فقيها تعلم تعلم ابنها هي الأم. فلما علمت أنه تزوج الخامسة قالت له كيف تزوج الخامسة وقد قال الله تعالى في كتابه مثنى وثلاث ورباع. قال وما يلزمني الآن؟ قالت يلزمك الفراق. يبقى هذا منع. هذا منع. منع يمنع من الدوام من الابتداء ويمنع أيضا من الدوام. يا رب يكون الكلام مفهوم. نعم ده دخل على طمع. لا إيه. أما تبقى تقع في الموضوع ده نبقى نبين لك. وبعدين خلي بالك أنا عارف أن أنت أصلا بترجع بقى ممكن تتطحن. يعني أنا ما اسمه أبو من أبو من اللي ابنه كان بيلعب معانا أبو مرلاش ولاش أما تقرص. طيب أقول أيضا من المانع الزواج من الأختين. تزوج هندا سيب هند. تزوج خديجة وأختها سودة أعجبته فتزوجها. له حالتان. تزوج خديجة فعجبته سودة فذهب يتزوج زوج سودة. فجاء الفقيه فقال أنت متزوج أختها فلا يجوز لك ابتداء أن إيه. قال ما الدليل؟ قال قول الله جل في علاه وأن تجمعوا بينه مفهوم. لا في غفلة سودة كانت في مصر وأيضا وكانت خديجة في قطر. فتزوج خديجة في قطر ولما ذهب إلى مصر رأى سودة عجبته فتزوجها. لا يعلم من أختها. قال الأولى أن بر بهما. البر بهما من أفضل الطعام. فتزوجها يا أخت. فتزوج بها وجلس معها شهرا شهرين ثلاثة أربعة. فلما رجع إلى قطر وجد حقل العلم ومجلس العلم في قطر فقص قصته على الناس ليأتسوا به. فقال له الفقيه أخطأت خطأ فاحشا إنك لا يجوز لك أن تجمع بينه لقول جعله أن تجمعوا بينه. يبقى إذن يلزمه التفريق. لأن السلام قال لما تزوج رجل أختين طلق إحداهما ومعناها فارق إحداهما لأن العقد الثاني لا يمكن أن يكون صحيح. يبقى هذا منع إيه؟ منع إيه بسرعة حبيبي؟ ابتداء مانع يمنع ابتداء وانتهاء أو دواما. طيب من ذلك أيضا أمثلة حتى كثر الأمثلة هي المهم في الفقه وأصول الفقه الأمثلة عشان تتصور المسألة. بقى رجل سرق عبدا أو قل رجل سرق أرضا. لا سرق سيارة. رجل كان خبيرا المهندس سيارات أو كلهم مهندسين مهندس سيارات ويعرف كيف يفتح السيارة لا تفتح وكيف أيضا تشغيل المحرك. فكلما يمر عنده اسمها عقدة المرسيدس. كلما يمر بمرسيدس سوداء بالذات أي واحد عنده سوداء يخبيها. كلما يمر بسيارة مرسيدس سوداء ما يستطيع أن يتحكم بعقله فيفتح ويأخذها وإيش ويمشي بها. لما يمشي بها ينزل إلى الحراك. الحراك الناس يعني تجتمع عليه تريد شراء الإيه. وكل رجل ينظر إلى السيارة السوداء يعني تعجبه جدا فيقول بكم؟ يقول بخمسين. يقول لا سبعين خذ. فالرجل سرق عشر سيارات وباع العشر سيارات. طيب كل سيارة بثمن كذا وكذا وكذا مئة ألف ما خمسين مئة ألف. فنقول له الآن هذا البيع قد تم قد إيش تم. وأخذ الرجل سيارة السوداء فسافر والثاني أخذ المال وانتفع به وتزوج أربع نساء. هل العقد يصح؟ الرجل وهو يصلي بالليل سمع قول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم فخاف. فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فتاب إلى الله جل في علاه. فلما تاب قلنا له إن من تاب تاب الله عليه. لكن يبقى عليك في توبتك ها شرط وأمر جلل ألا وهو رد الحقوق إلى
إلى أهلها. قال كيف رد الحقوق وقد تم البيع؟ تم البيع. فنقول له إيه؟ سيب ما في سيارة دي علاجها فقهيا معروف. نقول له إيه؟ البيع ممتاز. لما؟ يعني لما تكلم أصوليا بقى الآن احنا بنرتبك أصوليا، احنا بنرتب رأي. وانت فكرنا عمال اضرب الأمثلة دي عشان نتسلى مع بعضنا في المصطبة اللي بتكلم فيها، ده انا برتب عقلك أصوليا عشان تكون طالب علم حتى عقل مدخل. ممتاز. قل لا مش ابتداء، قل هنا الآن الحكم لم يتوفر. لما؟ لوجود مانع. يبقى ابتداء ولا دواما؟ دواما اهو الآن، لأن هو باع صح ولا؟ نقول له لا صح كلامك، ده ابتداء ودواما، لأنه ابتداء البيع أصلا لا صح، وإن تبادلتما الثمن والسلعة هذا الدوام لا يصح أيضا. يبقى احنا عصفنا به ابتداء ببطلانه، وفي الدوام أيضا لا استدامة. يقول انتقل الملك، أخذت المال والثاني أخذ السيارة، قلنا لا، وجوبا لابد من رد ورد أيضا الثمن. ما هو هذا بقى علاج العلاج الفقهي في الضمان بقى، هذا أمر آخر. لكن أنا أقول إذا الغصب مانع يمنع من عقد البيع ابتداء وانتهاء، هذا بالنسبة لبيع المغصوب أيضا، وأيضا بالنسبة للطلاق، بالنسبة للبس المخيط. آسف، لبس المخيط، تعرفون لبس المخيط اللي فيه إيه؟ اللي فيه إيه؟ اللي هو فيه إيه؟ اللي فيه الخيط. أي خيط بقى؟ خيط الكتان ولا خيط الحرير؟ إيه المحرم فيه؟ إيه؟ ما حددش. بس بقى خلينا معاه في خيط الكتان وخيط الحرير. يبقى خيط الكتان فقط. يبقى كل شيء فيه خيط يكونه؟ ما هو مخيط. يبقى اللي فيه ايه؟ اللي فيه الخيط. هذا الخطأ الفاحش عند الناس. المخيط معناه له ايه؟ اللي هو محيط بالجسد، ده معنى المخيط، كالعمامة. ولذلك السلام لما سأل ابن عمر عما لا يلبس المحرم قال ايه؟ لا عما يلبس المحرم كثير، فنقل له المحرم، قال لا يلبس السراويل، لا يلبس الايه؟ العمائم ولا السراويل ولا الخفاف. فهنا نقول لبس المخيط يحرم. لا ايه اللي لا يا ابا؟ لا يلبس المخيط او المخيط، يعني اي حاجه فيها خيط ما ينفعش يلبسها صح؟ لا يلبس لباسا مفصلا على الجسد. طيب هو هذا في ايش بقى عندك تاني؟ انت كل ده لحس دماغك انك عايز تتجوز اربعه. لا النساء بيلحسوا الدماغ، خلي بالك. اياك واياهن. ده في الصحيحين اخويا ابويا، في الصحيحين يابا، ولا السراويل ولا البرامس. جيد. يبقى نقول الان الاحرام، ايوه الاحرام مانع من لبس ها المخيط ابتداء وانتهاء. الاحرام مانع من لا ما يجوز الا اذا كان عامل زي الازار. الازار يبقى مفتوح للاخر لا يكون كالتبان. يبقى الاحرام مانع من لبس المخيط ابتداء واستداما. لا استدامه. معنى ايه ابتداء؟ يعني ابتداء عندما قال لبيك اللهم بعمره قل نخلع، اخلع اولا ولبي، اخلع الايه؟ المخيط. لا راجل تركنا، وده بقى في الحج كتير، روح عرفه وشوف الناس اللي قاعدين حاطين رجل على رجل، وانت شايف لابس سروال طويل جدا جايبه من الصعيد وجالس في ايش يا راجل؟ خد التستر. التستر ايش انت تخالف ربنا؟ ده اللي فعلا في قال تخالف النبي. يبقى هو هذا. فانت ايش تفعل بقى الان؟ تقول الان انا عندي مانع يمنع لبس المخيط ابتداء، يبقى اول ما يريد الاحرام والتلبيه لا يلبس الايه؟ السراويل. طب لبسها ورحل بها وذهب وطاف ووقف على عرفه، وهو في عرفه انت لمحته، هل تتركه تقول له ما هو الزمان كله مر وهو ايه؟ وهو لابس، ما تسيبه بقى يتم ويستر والحمد لله، يصح؟ لا. يبقى الاحرام مانع منه ابتداء وايضا ايه؟ دواما، صحيح ولا لا؟ نقول له لا اخلع الان، اخلع الان. وايش الدليل على ان الاحرام يمنع من لبس المخيط ابتداء واستدامه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل لبس جبه وتضمخ بايش؟ بالطيب تفوح رائحته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يساله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف ان الحكم هذا لا يجوز في الحج لكن لا يعرف في العمره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ماذا افعل في عمرتي؟ فقال اذ اعمد الى الجب. هنا احرم الرجل، تصوروا المساله، احرم الرجل وعليه دي ابتداء ولا 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 دواما؟ لا ما ابتداء اهو، خلاص ابتدى بيها اهو الان. يبقى هو احرم، احرم وعليه الجب، وايضا احرم وهو متضمخ
بالطيب. فماذا قال الله سلم؟ عشان تعرف ان لبس الاحرام يمنع من لبس المخيط ابتداء وانتهاء. بعد ما لبس قال الله سلم اعمد الى الجبة فايه فاخلعه، واعمد الى الطيب فاغسل الطيبة عنك، فاغسل الطيبة عنك. يبقى اذا منعه من الدوام ولا ما منعه؟ يبقى اذا يبقى عندنا مانع يمنع من الابتداء ويمنع من الدوام، وعندنا مانع ايضا مانع يمنع من الدوام دون الابتداء، يمنع من الدوام دون الابتداء. هذا بالنسبه لايش؟ كالطلاق، مثلوا له كالطلاق. زيد تزوج هندا وعاش معها دهرا ثم قال لها قد عفت العيش معك، اني ما اراك الا كاذبه، اني ما اراك الا تكفري بالعشير، انت طالق بالثلاثه. فطلق، فالطلاق بيمنع ايش؟ الدوام، لكنه لم يمنع. طب ازاي بقى لا يمنع من الابتداء؟ ازاي الطلاق لا يمنع من الابتداء؟ ازاي الطلاق لا يمنع من الابتداء؟ هو نعم الطلاق لا يكون الا مرتبا بعد ابتداء، صحيح ولا لا؟ لا، وممكن نقول لا يمنع ابتداء. قالوا كيف؟ قلنا هو يقول ان تزوجت هندا بنت عمرو فهي طالق، هو لسه ما تزوجهاش وذهب فتزوجها، هل الطلاق هذا المبتدا يمنعه؟ لا ما يمنعوش، لا عبره به، لان لا طلاق الا مرتبا على النكاح، لان الحديث صريح عن سلم قال لا طلاق الا فيما يملك ابن ادم، وهو لا يملكها اصاله. يبقى اذا عندنا مانع يمنع من ايش؟ من الدوام. هو الابتداء يجوز له الزواج والعيش معه، لكن يمنع من انت. الثالث مانع يمنع، وطبعا ايضا هناك مثل اخر في منع يمنع من الدوام دون الابتداء. ايش في الصلاه؟ طيب لا مش عرض، احنا نقول تكلم عالما عامدا في الصلاه، تكلم عالما عامدا في الصلاه، هذا يمنع ام يمنع صحه الصلاه انت دواما؟ لا ايه لا ابتداء. لا ابتداء. ازاي بقى لا ابتداء؟ قبل التكبير النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاه وذهب رجل يتكلم معه في مشكله النوم واطال معه الكلام، مفهوم؟ ممكن يقال بذلك، لكن احنا نقول المثل الظاهر في ذلك الاقاله. الاقاله ان تشتري من رجل سياره ثم تندم وتريد ارجاع هذه السياره، تقول له ايه؟ اقلني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال عثره مسلم اقال الله عثرته يوم القيامه. الاقاله، الاقاله تمنع من الدوام لكن لا تمنع الابتداء. الابتداء عقد البيع انما البيع عند تراض، لكن لو قال اقلني والثاني قبل يبقى يمتنع، ينتقل الملك مره ثانيه، ينفسخ البيع والعقد، فيكون هذا مانع من الدوام. لا انت ايضا الثالث، القسم الثالث وهو الاخير، مانع يمنع من الابتداء ولكن لا يمنع من ايه؟ من الدوام. مانع يمنع من الابتداء ولكن لا يمنع من الدوام. ايش بقى المانع اللي ممكن يمنع من الابتداء دون الدوام؟ الإحرام مانع من إيه؟ من عقد النكاح. يعني يبتدي عقد النكاح زي يريد يتزوج هندا ابتداء وهو محرم لا يجوز، خلافا لابن عباس. دعك من كلام ابن عباس انه ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب في رواية، فهو يمتنع من عقد النكاح، لكن هل الإحرام يفسخ العقد اللي بينه وبين زوجته هند اللي تزوجها قبل ذلك؟ لا. يبقى لا يمنع من إيه؟ من الدوام. ممكن تطبقها في هذا المثل على شيء اخر، ايه هو؟ نصاب الزكاه. اصبر بس يا ابو زكاه، خلص بس نبدا بس ما, ما 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 عندنا الان وبعدين ندخل على مثلك. ها. نفس الامر، الاحرام منع من ابتداء النكاح ولا يمنع من ديمومه النكاح. مثل نفس المثل ايش؟ واحد متزوج من قبل الاحرام ماشي، نفس النكاح، نفس النكاح. طب اعمل ايه بس؟ طب خلاص انا هفسرها لكم. زيد تزوج هندا ودخل بها وجلس شهرا ثم قال نحج انا وانت، واستهل هلال الحج وذهب واحرم، وعند الاحرام قال انت طالق. يقول لها تعالي يمين لا تاتي، يا بنت الحلال نريد نطوف، تقول له لا ارتاح انا تعبان، الناس زحام، يا بنت الحلال نقبل الحجر الامر فاضي. فلما وجد لها كسل في الطاعه قال انت لا تعينين على الطاعه انت طالق، طلقها. يبقى اذا، وطبعا بعد ما طلقها بكى بكاء في الكعبه شديد جدا، لانه كل ما يراها يبكي، بيحبها ما يستطيع ان يفارقها، ماذا يفعل؟ ان كان بيحبها ماذا يفعل يا حبايبي؟ طب هل بقى يصح ولا لا؟ دخلنا بقى في هذا المثل الذي اريده الان. احنا قلنا ايه؟
الإحرام يمنع؟ يمنع الزواج. ها؟ يبقى يمنع إيه؟ الرجعة. ويمنع الديمومة هو الآن ولا ما يمنع؟ يمنع. الصحيح الراجح أنه يصح أن يرد يردها. ليش؟ لأن الراجح الصحيح أن المطلقة الرجعية زوجة. هو هاد المطلقة الرجعية زوجة بنص الكتاب. فإذا بلغنا أجلهن لا لا قبلها إذا طلقتم النساء فدخلن العدتين واحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة وتلك حدود الله ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري أكمله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيه إيش الأمر اللي يحدثه يدخل عليها يا رافع لا لا أستطيع مفارقة أنت أنت ردت فالرجعة ليست ابتداء نكاح أيوة نعم الرجعة في أشهر العدة ليست إيش ليست عقدا جديدا يبقى إذن الإحرام يمنع من ابتداء العقد الجديد لكن لا يمنع من إيه من الرجعة من الدوام لأن الرجعة تعتبر في الدوام لأنها نسب بعقد جديد بل هي بنفس العقد فيصح أن يردها هذا على خلاف بين الفقهاء لكن هذا الرجح الصحيح يبقى هذا الكلام على المانع يبقى لنا الصحة والفساد كنت أنوي أن أعطيها اليوم لكن أنا عارف أنها حيصعب عليها لكن كسرت الأمثلة في الأصول تجعل الأمس أنا أعرف أنا لا ألومن ما أراه في الوجوه لأني والله قد جربت ذلك على دكاترة شريعة ودكاترة أصول يريدون الهواء من أجل الأصول فدكتور الأصول بيحتاج لا أحد يشرحه يشرح له الأصول فصابروا وثابروا حتى تصلوا إلى النهاية وهذا علم شريف جدا من عارف قيمته وعض عليه بالنواجذ سامحونا لو أكثرنا عليكم لكن الصبر 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 قالوا للشعبي سأكتبها على صدري كل ما أدخل أعلقها كده على رقبتي قالوا للشعبي يا شعبي كيف بلغت الإتقان في العلم فقال احفظوا هذا الكلام بالله عليكم ورددوه لي الآن فقال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار أقول كيف بلغتم هذا الإتقان من العلم أنا ما أريد حقا حقا أن تحفظوا هذا الأمر البكور في المدارس وعدم تركها حتى تنتهي والصبر عليه نسأل الله أن يحفظنا أحفظكم ويصبرنا وصبركم نعم لو في أسئلة وصف ظاهر منضبط بوجوده يمتنع الحكم أو يمتنع السبب عن أثره أنت ضبط كتاب كاتب صح؟ تفضل ما مصير الأخت اللي بتنقل ما هو الحرب ما مصير الزوج الوقت مصير الزوج هيتجنن لأنه بيحب الاثنين لا 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 اتجنن دخل مستشفى المجانين هذا لو كان استحلها كفر ولو كان علم أنها معصية فإذا هي معصية كبيرة لو استحلها كفر استحلال ما حرم الله يكفر به الإنسان لكن هو الرجل ما يعرف الأحكام هو جاهل جاهل ما يعرف الأحكام لا ما يعلمش أنها محرمة يعرف أن أختها وقال مش أنا قلت لك أنه قال البر به ما أفضل وأنا أجيب من بره ليه ما البر به ما أفضل فهو جاهل بالحكم فالجهل عذر له لو عالم ومستحيل يكفر نعم شيء. المرأة التي زنت وخلت بثلاثة درهم. لا تعلم الحكم فلا عذر. أبو مصير ومصير الأولاد من الزوج اللي أصبح. ينسبون له ولها. طب وهي. ينسبون له وهي تأخذ مهر المثل. تتزوج غيره. طبعا وتفارقه. طب الأولاد. يمع أبوهم أخوي. مع أبوهم أخوي. لو تأخذهم أنت بقى جزاك الله خير. طب ما عليه ذنب ما حلوش ذنب ما هو جاهل. تفضل. هو لو كان يعلم واستحلها كفر لكن لو يعلم وغلبته شهوته فهذا مصير السيئة وانتهى الموضوع نعم هذا هو ده التفريق حسن غلبته شهوته النبي صلى الله عليه وسلم يقول غلبته شهوته والله يعذره إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر نعم في أي سؤال ثاني ضربت أي حديث الحديث في الطبراني متكلم في إسناده والحق أن له طرق تشهد لحسنه لا لصحته تشهد لحسنه لذلك قد اعتضد به الطرق اعتضد بعضها ببعض واحتج به ابن حجر واحتج بناه واحتج به أيضا شيخ الألماني من المعاصرين فهو حسن طب لو واحدة هي عارفة أن هو دي رضعك وما قريبش مصيرها هي
مصيرها دي كتمت على كتمت يعني اوقعت الناس في حرام فهي تقع في حرام دي تكون كتمت علما لابد انها تحاسب عند ربها بذلك تعلم حراما ولا تنكره هذا هو بعد فتره جت قالت كذب يبقى خمسه يبقى فرق حتى لو 15 لو 45 ولد لابد من التفريق حتى ولو كان لابد يفرق بينهم لابد يفرق بينهم وجوبا وهي تأسم برضه بالله عليك الشيخ عبد الكريم زدان صاحب كتاب أصول الدعوة وأصول الفقه إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليه والله هذا ينبئ بشؤم على هذه الأمة والله هذا ينبئ بشؤم على هذه الأمة إنا لله وإنا إليه راجعون لا 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 حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا قد الله مش فعل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها ربنا اخلف علينا خيرا منه نسأل الله يسكنه في سياح الجنات مع النبي مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين فإن الأمة كلما قبض عالم فلابد أن تأخذوا بقلوبكم لأن الأمة كما قلت الأمة إلى أفول بقبض العلماء هذا عالم جليل وعراقي على ما أعرف ورجل عراقيين هؤلاء يعني كان عندي طلبة علم في دبي عراقيين ذكاء خارق هم كانوا يقولون مصر المصريون إيه يكتبون واللبنانيون ينشرون والعراق يقرؤون ده معروف عندهم ثقافة عالية جدا العراقيين وذلك نسأل الله تعالى أن يخلف في الأمة يعني خير منه رحمة الله عليه كان المفروض ابتداء وفاء لهذا الشيخ تذكرنا به أول الجلسة كنا نحينا كل شيء وتكلمنا عنه ولكن أعد سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم أنا نظرت نفسي لأبين حقوق العلماء على الأمة واجب الأمة نحو العلماء نحن لا ننجو إلا بهم رحمة الله عليه إن شاء الله في الدرس القادم نستهل الكلام على الشيخ عبد الكريم وننظر في مؤلفاتك وما يعني تنتفع الأمة به عرفانا بالجميل لهذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا باشمهندس مرحبا الحمد لله